هذا السؤال برضو كان بيجيبه في الايه في الكويز، بيقول لي نوت ايه بقى؟ عندي في غوطة بيحصل له ايه، از فلوينج ان تو، بيدخل وبعدين يحصل له ديشارج من الانبوبه اللي على شكل حرف يو دي. بيقول لي عند الفلانج واحد هذا كان التوتال ابسوليوت بريشر، يعني ضغط الجيج زائد الاتموسفير، ده بي 1 هنا قيمته 200 كيلو باسكال، واكتب هنا هو ده ابسوليوت، وكان الام دوت 30 اهو موجود، بيدخل داخل البايب. وعند الفلانج 2 هنا التوتال برضك بريشر اللي هو اكتب بي 2 ابسوليوت قيمته 150 كيلو باسكال، وعند الموضع 3 ماله؟ كان الام دوت طبعا 30، طلع من هنا تمام. 8 اتبقت ايه 22، وبيحصل له ديشارج للاتموسفير، يعني هنا بي 3 بيساوي البي اتموسفير. بي اتموسفيريك. فبيقول لي احسب لي القوة اكس وزد، يبقى نفترض ان هنا في اف اكس وهنا في اف زد، اد ذا تو فلانج كونكتد ذا بايب، وناقش اهمية الجرافيتي فورس لهذه البروبلم، هل هي مهمة ولا لا عشان نوضح له. وبعدين بيقول لي المومنتم فلكس فلكشن اللي هو البيتا دول 1.3. البيتا طيب احنا في هنا كلمة هنا which is 100، اللي هو قيمة الضغط الجوي قيمته 100. انا قلت ما بشتغلش بالابسوليوت، انا بشتغل بالجيج، يعني اقدر اكتب ان هو البي جيج، البي 1 جيج هاخد 200 اللي هو الابسوليوت واشيل منه الضغط الجوي، ادم اللي هو تي 100. يطلع لي 100 كيلو باسكال. نفس الحكايه هنا، البي 2 بشتغل بالجيج يبقى 150، شيل منه 100 يطلع لي 50 كيلو باسكال، يبقى بي 3 جيج راح يطلع بكام؟ بصفر، لانه بيطلع لي الضغط الجوي. مضبوط. طيب انت عايز تجيب الايه القوتين دول، تقوم انت راسم له الكنترول فوليوم اللي انت هتشتغل عليه اهو، هذا الكنترول فوليوم استعمله دائما قبل اطبق المومنتوم ايكويشن، صح؟ ايوه اهو، وتوضح تمام. القوة اللي عليه، رسمنا اف اكس واف زد، طيب فين القوة التانية؟ انا عندي نهوت هنا في قوة ضاغطة اللي هي بي واحد جيج في الاري، وهنا ايضا شايف كله ضاغط اهو، هنا في بي 2 في الاي 2، طب هنا في هكتب اهو بي 3 في بس الاي تكون 3. زيرو. ايوه اوعى تنسى بقى بي 3 بكام؟ بصفر. مضبوط. كده انا رسمنا كل القوة اللي عليه. طيب عايزين قبل ما اطبق المومنتم عايز اجيب الايه الفلوسيتي، عايز اجيب السرعه، عايز اجيب السرعه عند واحد واثنين وثلاثه من خلال القانون. انا عارف ان الام نعم. دوت رو في الفي دوت اللي هي رو في مساحه المقطع في الفلوسيتي، فلست يبقى انت مضبوط. عايز تجيب الفلوسيتي عند واحد، هاخد الام دوت بتاعه على الدنسيتي في مساحه المقطع بتاعه، الام دوت بتاعه ب 30 طبعا، ده ووتر، يبقى هنا 1000 مساحة المقطع أضرب في باي على الأربعة، الدايمتر أهو 5 سنتي، متر أس 4. نحسب دي يطلع لي الفلوسيتي واحد، لقيته طلع كام؟ 15.28 متر لكل ثانية. نيجي برضك نحسب الفلوسيتي في تو، ام هنا ام واحد هنا ام اتنين على الرو في مساحة المقطع، هنا 22000 برضه في باي على الأربعة، هنا مساحة المقطع 10 سنتي، حسبنا الفي 2 طلعت 2.8 متر لكل ثانية. أجي أحسب أيضا الفي 3، ام دوت 3 على هو في مساحة المقطع 3، هنا اللي طالع 8 اللي هي الام دوت مساحة المقطع وهو 1000 باي على الأربعة، الدايمتر 3 سنتي تربيع. اجي الاقي الفلوسيتي طالعه 11 3 1 متر لكل ثانيه. طيب تعالى بقى نطبق. لاحظ هنا ضاغط اهو اللي هو بي 1 اي 1 والبي 2 اي 2، طيب اتجاه السرعه ده داخل هنا وده طالع اوت، ما فيش سرعات في اتجاه الواي، لا في ده طالع هنا اهو
اللي عندي، او مش هنقول واي بقى زد. طيب هنيجي نطبق هو في اتجاه المحور اكس الاول، في اتجاه محور اكس الاول اهو، بتاع شويه كده يعني، اطبق كده اهو محصله الاف دي بتساوي سميشن البيتا ام دوت في، طبعا هنا في اتجاه محور اكس بالضبط هذا تبع العود او ماينس الاند ناقص سميشن البيتا ام دوت في، وهنا ان. طبعا انا مفترض الاف اكس في الاتجاه الموجب، مين اللي جاي معاها؟ البي 1 اي اللي هو ده، والبي دوت اي ضاغط اهو ماشي في الاتجاه بتاع محور اكس اهو، اكتب زائد بي 1 اي 1، طبعا ده بي 1 اللي هو الجيش، زائد بي 2 اي 2. بي 2 اي 2. طيب نيجي نشوف الاوت، الاوت الاوت بقى مين اللي طالع اهو؟ ده الاوت اللي عندي هي اثنين هذا ورقم اثنين، ثلاثة بعد. لا الثلاثة ده في اتجاه الزد، اوكي اوكي صح. يبقى انا بكمل في اتجاه اكس، وده داخل اهو، فاللي خارج بس في اتجاه محور اكس اللي هو بتاع ال 22 اللي هي سرعته في 2 2.8. فانت بتيجي تكتب الاوت البيتا اللي هو مديها لي 1.3 في الام دوت اللي خارجه هي 2 في الفي 2. طب ده اتجاهه سالب؟ اه اديله سالب اه، عشان ده اوت، هي كانت جايه كده اهو، ده داخل وده طالع كده، فده اتجاه بتاعه بالضبط. ايه؟ النيجاتيف. وبعدها ناقص وزود عليه لان او ايوه ناقص صح في القانون ناقص عادي. البيتا برضه 1.3 اللي داخل هنا ام دوت 1 ام دوت ضرب 1 في 1 في الفي 1. كده، انقل كله هناك، بقت الاف اكس دي كلها كله معاه بسالب اهو، سالب بي 1 اي 1 سالب بي 2 اي 2 سالب 1 0 3، الام دوت 2 دي اللي هي 22، الفي 2 اللي هي 2.8 ناقص 1 0 3، الام دوت دي 30 1 في الفلوسيتي في 1 15 2 8. نرجع تاني نعوض اهو، اف اكس تساوي البي 1 اللي هو احنا قلنا 200، شلت منه ال 100 بتاع الضغط الجوي، يبقى انت عندك 100 اهو، سالب 100 كيلو مساحة المقطع باي على 4، الدايميتر كان 5 سنتي والتاني كان 10، 5 سنتي أهو تربيع. بعد كده سالب البي 2 كان خارج ب 150 اللي هو التوتال، شلت منه الضغط الجوي، يبقى إذا 50 في 10 أس 3 أكتب باي على 4، الدايميتر كان 10 سنتي، وبعدين الباقي بقى زي ما هو أهو في 22 2.8 ناقص 1.03 في 30 في 15 2.8، تطلع لي الاف اكس بالسالب طلع كام بقى؟ طالع معي سالب 1445. ترى مش متأكد من الحسابات. لا بقى لا انا ديت بص كده، دي لسه حللها اصلا في ديت في الكويز، الكويز اهو ضمن الكويزات، هي دي المسألة اهي، هي اختها تحسب بالظبط. بالحاسب اصلا. لا بس هنا انا هنا وهنا كان مدي 42 وهنا 30. لا لا تمام، بس خلينا نرجع، انا قاعد اكتب بالحاسبة. اهو تعال نكتب بالحاسبة اهو. هي هتطلع سالب 11 2 4 6 نيوتن. شوف كده فاضل لنا بقى الاف زد، احنا قلنا كان هنا في مخرج كمان. ايوه هنا اف لا طلع اكس. معي غير دقيقة. طيب احسب، هذا 100 في 1000 في هذا باي على 4 تربيع زائد 50000 باي على 4 واحد من 10 تربيع زائد 1 0 3 في 22 2.8 زائد 1 0 3 30 في 15 2 8. يا عم مظبوط، حتى عشان الذمة فين 4 كده. 2.8 هذه صح؟ ايوه 2.8. نرجع بقى نطبق ايوه اف ايوه اف تمام. زد اهو، هتساوي برضه سميشن الاوت البيتا ام دوت في البيتا ام دوت ان.
القوة انا بفترض ان اف زد مفيش اللي هي مفيش ضغط، لا مفيش والدايركشن فوق بوزيتيف راح يعني اللي هنا استاذ اللي طالع من هنا ده ضغط هنا اللي هو البي 3 ايه ده بصفر، لان البي 3 ده الجيش بتاعه بصفر لانه زيرو، معرض ما لضغط راح جوي. يدخل معانا في الحساب. ماشي، الاوت بقى مفيش الا بيتا ام دوت 3 في هو تبع 3 3 اه ده الاوت، ان مفيش 0 ان، يبقى نعوض اد 1.3 الام دوت 8 الفي السرعه بتاع 3 كام؟ 11 31، 11 31 دي يعني احسبها تطلع لي 93 واحد 9 نيوتن. كده احنا طلعنا الاف زد، هو عايز اف زد واف اكس بس، ما قاليش عايز اللي القوه وسكت، لا بالضبط. عايز كده. طيب لسه بقى بيقول لي ناقش اهميه الايه الجرافيتي فورس، يقصد بالوزن، يعني هل الوزن ده له تأثير جامد ولا لا؟ طيب هي هيبقى تأثيره هيظهر فين؟ في الاف زد. يعني لو في احنا لف زد تخيلنا كده هذا الاكس تأثير زد العمودي اهو، افترض مثلا دي مديالي 5 سم وديت كانت 10 سم صح؟ الدايميتر، فهنفترض ان الدي افريج متوسط الدايميتر بتاع الانبوبه هيبقى 7.5، انا باخد 5، 5 زائد 10 يطلع 15 اقسمها على الاثنين يبقى 7.5 سم. طيب نفترض الطول ده، ادينا اي طول كده، ادينا اي طول، اي طول الشكل ده، رقم يعني ايوه عشان نعوض الطول ده يدي كام مثلا؟ يدي مترين مثلا، تقريبا يعني نقول يعني يعني لو كانت 10 سنتي 10 مترين ممكن حلو، يجي مترين. مترين حلو اه. حتى بقول له ليه اهو اللينس 2 متر. طيب انت عايز بقى تجيب الوزن، ما هو الوزن ده هيأثر في الاف ام جي زد، ايوه، فالوزن ده بالضبط بيساوي ام اف جي، فانا عايز اجيب الكتله الاول، فالكتله هي هتساوي الكثافه في الحجم، حجم بالضبط التيوب دي. طيب ادي الكثافه اللي هو 1000، عارف ان الحجم بتاع الانبوبه مساحه المقطع باي على الاربعه، دي في تربيع اللينث في الطول مظبوط اهو، ادي باي على بالضبط الاربعه في احنا قلنا 7.5 اهو، سبعة ونص تربيع ليري في 10 الاثنين في كل 2، تربيع تعال نكتب بقى في 2، يبقى ده 705 تربيع في 2 في باي على الاربعه 8.84 في أربعة عشر 1000، سالب ثلاثة طلع الكتله كام؟ 8. 8.84 جرام. اضرب بقى، يبقى اذا الويت هاخد ديت واضربها في 9.81. 9.81 استاذ بالجرام مش بالكيلو هذا. ليه بالجرام؟ ليه بالجرام؟ انا ضربت بألف صح يعني. اه دي طلعت 86، 6.8 نيوتن بالضبط. كده كويس. طب لما نيجي نحسب بقى تاني اهو المعادله ده ايه، ويدخل معايا الوزن الاف زد ديت، هيبقى الوزن ايه نازل لتحت، يعني هاخد المعادله دي اهو اكتب اهو، هكتب اف تاني زد اهو ماينس اف زد دبليو ماينس دبليو يساوي طيب فينتقل اف الطرف زد الثاني ناقص بالموج. الدبليو، الحساب ده حسبناه بقى خلاص اللي هو 93 واحد 9 صح كده؟ ونزور ايه بالضبط يبقى يأثر اف زد. تقريبا طيب بس انت مفترضها مترين، يعني كل دي متر ودي متر، انما لو احنا قللناها عن المتر، لو احنا قللناها عن المتر يعني تقريبا هي متر واحد لو قلنا انا متر واحد يعني. يعني هو بيقول لي اسرع على الوزن، فطبعا انا لو خليتها مترين واحد تاني يقول لك ممكن اخليها نص متر، فانا هقول لك على حاجه، احنا نمسك العصايه من النص، يعني ايه متر واحد لو خليناها، لو احنا خليناها نص متر خدله كويس، وبعدين لو انا بعد كده هشوف تاثيرها، والله لو طلع تاثيرها قليل او ما اقول له اه لو احنا كبرنا الطول عن كده راح تاثيرها هيكون اكبر، كذلك لو انت عايز قرايه دقيقه ما اقدرش اهمل الوزن، انما لو انت مش عايز قرايه دقيقه يعني مش نوت اكوس يبقى الوزن ممكن تهمله، يعني هنكتب، انا كاتب الملحوظه ديت في المساله اللي هي بتاع الكويز، يعني انا افترضت نص متر، كمل لو نص متر كده اقوم جاي ديت مخليها نص، هي بتأثر لي بالفوليوم والفوليوم يأثر على الماس
يبقى هاخد القيمة دي 8 8 3 5، ارجع اقسمها على الاثنين وبعدين ارجع اضربها في نص، تطلع الكتلة. شوف قلت قد ايه، بقت صح 2.2. وبعدين اجي اضربها في 9.8، طلعت 21.66. 21.66. اذا او اديها الجهة التانية، يبقى 93.19 زائد 21.66 تطلع زائد 114.68 تقريبا الربع. 114.85. اللي هي ال 21 يعني. اي يبقى فرق نقول، الربع، ربع الكمية. هنقول له هو ان اف نوت، لو انت مش عايز اكيوس ان ديتر ماي في حساب الاف زد، ات مي نيجلي جيبل الجرافيشنز، او نقول الويت. انا جيت هنا طبعا لان هنا مخلي الفلو ريت صغير، لكن لما جينا شفنا هنا نفسها بالظبط اهي نفس المساله، بس مخلي الفلو ريت هنا 42، هو نفس الدايمتر. فلما جيت حسبت الاف زد، الاف زد طلع هنا 145، وبعدين افترضت برضك نص فطلع لي 21 اهوت. فال 21 دي بالنسبه ل 145 حاجه صغيره. ال 145 لو انت خدت ال 21.6 على 145 تطلع تمثل قد ايه؟ واضرب في 14%. فانا قلت له ممكن نهملها لو انت مش عايز اكيوسي، لكن لو انت عايز جريت اكيوسي لا ما اقدرش، لازم اتز ريكوايرد، لازم ادخلها جوه معايا في الحساب. فممكن بدل بقى دي، طبعا انا ده كمنه اونلاين فاحنا مجهزين الاجابه. طب لو ما كانش بقى اونلاين وانت لوحدك عشان ما تقعدش تكتب كتير، هنقول له لما لو كان طول الانبوبه صغير اذا هنلاحظ ان انت ممكن تقدر تهمل الايه الوزن، لكن الماس لكن لما يبقى طول كويس الانبوبه كبير يبقى اذا الوزن كبير ما اقدرش اهمله. كويس. مضبوط طيب تمام تمام دي كانت ايه اخر مسألة. في مسألة ثانية بقى هي مش موجودة هنا، بيجيبها في النهائي، انا هحطها برضه مع الكويز احتمال يغير رأي شكلها غير، بس انا ما حطيتهاش هنا دلوقتي، هجيبها مع الكويز واخدة الشكل ده كده. انا تمام شكلي تبي نشرحها يا ابو علي ولا؟ ما مش مجهزة والله، يعني مش قصص، هي واخدة تمام ما الشكل مشكلة، الكوع ده كده. حلينا زيها اللي 110 بالمية. ايوه، ومدي لك وزن هنا فانت تدخل معاك الوزن، فانت هتحلل المواد الصوع دي هنا وهنا، لكن دي اتجاه محور ايه افقي. طبعا هنا في ضغط وهنا في ضغط، انا كاتب الحل بالتفصيل. تمام تمام ماشي ماشي احفظ. ما شاء ماشي الله، ماشي، يعطيك العافية، يعطيك ألف عافية أبو علي. شكرا شكرا، طيب شكرا لك أستاذ. نوقف تسجيل.